زي ما احنا شايفين دلوقتي لعيبة فريق أتلتيكو مدريد موجودين في بداية الفعاليات المؤتمر الصحفي واللي هيتم من خلاله توقيع عدد من التيشيرتات الخاصة بفريق أتلتيكو مدريد لمحبين الفريق والجماهير الموجودة النهاردة في برج العرب. كمان النادي الأهلي ولاعبي نادي الأهلي هيكونوا برضو موجودين في المؤتمر الصحفي. هو نوع من أنواع البروتوكول واللي بيتم في المباريات الودية واللي هيتم من خلالها برضو توزيع تيشيرتات والتوقيع عليها من قبل لاعبي النادي الأهلي. بعثة أتلتيكو مدريد طبعا كانت وصلت امبارح لمطار برج العرب، ومن القايمة الموجودة النهاردة معانا من أتلتيكو مدريد هيكون معانا في حراسة المرمى أوبلاك، مويا وفيرنر، في خط الدفاع هيكون فيه خانفران، سافيتش، فيرزاليكو ولوكاس مونيوز وسيرجي ومونتيرو أيضا، ومن خط الوسط فيه بارتي وكوكي وساول وكاراسكو وأجوستو وخابي ومورينو وكيادي وأولابي، أيضا فيه في خط الهجوم جريزمان، توراس، جاميرو وكوريا. لازم كمان نقول ان نادي الاهلي كان وجه الدعوه لثمانية من النجوم العرب لمشاركه عدد من نجوم الكره العربيه في اللقاء، ومنهم تيسير الجاسم واسامه هساوي نجماء الهلال السعودي، احمد الفريدي لاعب النصر السعودي، فهد المولد نجم اتحاد جده السعودي، واحمد خليل لاعب الجزيره الاماراتي، وعمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الاماراتي، وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني، واسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني للمشاركه كلهم في المباراه واللي هتقام ان شاء الله النهارده الساعه 8 بالليل على استاد برج العرب في الاسكندريه تحت شعار السلام ضد الإرهاب. قناة الأهلي النهاردة هتقدم مفاجآت كبيرة طبعا، اللقاء ده هيكون مذاع حصريا على قناة الأهلي، هيكون معانا النهاردة ثلاث استديوهات تحليلية لمتابعة اليوم الكبير والحافل لقاء المارد الأحمر بالروخي بلانكوس. من أرض الملعب كمان هيكون معانا زميلنا محمد فاروق سعد من برج العرب وعدد من ضيوفه، هيكون ايضا معانا كابتن وائل رياض، هيكون معانا كمان زملائنا طبعا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، امير هشام، كريم احمد، وعدد من الزملاء. وايضا من كابينه برج العرب هيكون معانا كابتن اسلام الشاطر في تغطيه خاصه هو وضيوفه كابتن ربيع ياسين وشريف عبد المنعم لتغطيه هذا الحدث الكبير. وهيكون كمان اكيد من ضمن مفاجآت اليوم لمشاهدينا الكرام وجود كابتن خالد بيومي ان شاء الله معانا النهارده في ضيافه كابتن تامر صقر هنا في قناه النادي الاهلي. لعل من اهم المقولات اللي دايما بتقال عن كره القدم هي مقوله بيل شانكلي اللي قال مره: يعتقد البعض ان كره القدم مساله حياه او موت، للاسف هذا يجعلني حزينا، هي اكثر من هذا بكثير. هي بالفعل اكثر من ذلك، كره القدم النهارده هي رساله سلام ضد الارهاب، رساله حب وتاخي جمعت المارد الاحمر من مصر والروخي بلانكوس من قلب اسبانيا بمشاركه عدد من نجوم الكره العربيه لايصال رساله لكل من تسول له نفسه المساس باوطاننا. زي ما احنا شايفين دلوقتي نجم الفريق طبعا أنطوان جريزمان رقم 7 بيوقع تيشيرت لأحد المحبين، الجماهير موجودة بتتصور مع لعيبة أتلتيكو مدريد.
اكيد زي ما احنا شايفين شيء عظيم جدا ان احنا نشوف فريق زي اتلتيكو مدريد موجود على الاراضي المصريه، بيوقع النهارده لجماهيره عدد من التيشيرتس ومن التذكارات اللي هتكون يعني سبب سعاده لعدد كبير من جماهير ومحبي النادي ده. جدير بالذكر اكيد ان احنا نذكر دايما بتاريخ نادي اتلتيكو مدريد، لان هو فعلا تاريخ كبير وعريق. النادي تاسس سنه 1903، المدرب الارجنتيني ليه دييغو سيميوني قاده في عدد يعني كبير من الانتصارات. حصل النادي قبل كده على الدوري الاسباني 10 مرات، دوري الدرجه الثانيه مرتين، كاس ملك اسبانيا 10 مرات، وكاس السوبر الاسباني ايضا مرتين. اما في البطولات الاوروبيه فكان وصيف دوري ابطال اوروبا 3 مرات سنه 1974 وسنه 2014 وسنه 2016. من اهم الاخبار ان الصفحه الرسميه لنادي اتلتيكو مدريد نشرت صور وصول الفريق للاسكندريه لخوض مباراه الاهلي الوديه النهارده، وغردت الصفحه غردت وقالت على الصور: لقد وصلنا الى الاسكندريه، شكرا على حفاوه الاستقبال، دائما لنا الشرف بالتواجد معكم في مصر الغاليه. اكيد تغريده من النوع ده من الصفحه الرسميه لنادي اتلتيكو مدريد هي بمثابه اشاده كبيره ويعني شيء عظيم جدا في حق مصر، وهو شيء كويس كمان، خاصه رساله سلام ضد الارهاب، دي رساله واضحه وصريحه لجماهير النادي ان هم وصلوا مصر موجودين فيها بسلام. ده شيء يفتح الابواب من جديد لتكون مصر بلد الامن والامان امام السياح وامام محبيها من كل دول العالم. ايضا من اهم الاخبار اللي كانت موجوده النهارده ان كابتن حسام البدري عقد محاضرة فنية لجميع اللاعبين واللي هيشاركوا في مباراة أتلتيكو عقب تناول وجبة الغداء، وشرح كابتن حسام البدري في المحاضرة الخطة واللي هيخوض بيها المباراة بالإضافة لنقاط القوة والضعف في الفريق الأسباني.
من الاشياء الجميله جدا النهارده في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد ان النهارده فريق الاهلي يجمع كتير جدا مش بس من نجوم العرب ولكن من نجوم الفرق المحليه الثانيه. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان اعلن ان في لاعبين هيشاركوا في مباراه الاهلي زي محمد فاروق لاعب المقاولون العرب ومحمود عبد العزيز لاعب سموحه واحمد سامي لاعب مصر المقاصه ورامي صبري لاعب انبي. اكيد جدير بالذكر ان احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين لاعبي اتلتيكو مدريد بيوقعوا على التذكارات والتيشيرت لمحبي الفريق. بعد قليل كمان هيخرج لاعبي اتلتيكو مدريد وهينضم هينزل لاعبي الاهلي كمان للتوقيع على عدد من التذكارات ومن التيشيرتس للمحبين وللجماهير اللي راحت النهارده تحضر اللقاء الكبير واللقاء اللي يدل على ان الاهلي دائما يرسل رساله سلام لمحبيه والنهارده بيرسلها للعالم اجمع. مكملين معاكم النهارده في تغطيه خاصه مهمه جدا المارد الاحمر في لقاء اتلتيكو مدريد.